السلام عليكم، اهلا بيكم في مامي فود. ايه رايكم في البيتي فور الجميل البسيط الهادي ده اللي حضرتك شايفاه معايا؟ البيتي فور نفسه تحفه وجميل جدا. العجينه ان شاء الله هتلاقيها سهله وبسيطه، وطريقه العمل في منتهى السهوله والبساطه. كمان الجرنش بتاعها حاجه رقيقه وبسيطه جدا. الافراط في اي حاجه بيدينا نتيجه عكسيه، لكن النهارده حبيت ان انا استخدم ابسط الطرق لعمل البيتي فور وكمان الجرنش بتاعه. تابعي معايا الفيديو علشان تخرجي باذن الله باحسن معلومات وباحسن نتيجه للبيتي فور. وكمان حابه اقول اللي ما اشتركش معايا في القناه يا ريتو يعني سبسكرايب ينورني في القناه ويضغط على زر الجرس للكل علشان يفعل يوصله كل جديد، وما تنسنيش في اللايك والشير. ويلا بينا على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. مقادير البيتي فور بتاعتي سهلة وبسيطة جدا، وان شاء الله بإذن الله تعملوه وتبقوا مبسوطين بيه جدا جدا في العيد. معايا كيلو الدقيق بياخد 750 جرام من الزبدة، ايا كان نوع الزبدة اللي حضرتك بتستخدميها. ولكن بالنسبة للمناسبات عموما، احنا يعني العيد بيجيلنا مرة واحدة في السنة، فلو حبيت ان انا اعمل حاجة بجودة عالية يكون افضل، ويفضل في البيتي فور يكون الزبدة بتاعته جودتها عالية. معايا الزبدة يفضل تكون زبدة نيوزيلندي عشان تديني نتيجة كويسة، واللي مش حابب يستخدم اي نوع لكن عشان توصلي النتيجة الحلوة وتكون افضل من الحلوانية كمان اللي بيعملوه في المحلات، هستخدم حاجات كل المقادير بتاعتي تكون جودتها عالية. معايا كمان السكر بودر بتاعي للكيلو، باخد كوبايتين من السكر بودر من الكوبايات المعيارية، وبشيل منهم معلقتين كبار. تمام، كوبايتين من الكوبايات المعيارية السكر بودر بشيل منهم معلقتين كبار. ومعايا اربع بيضات بيكون حجم عادي، ولو حجم كبير باخد بيضتين اتنين وبكتفي بصفرين. يبقى للكيلو لو الحجم البيت كبير باخد بيضتين اتنين كبار وبصفرين، لكن لو حجم عادي باخد اربع بيضات. وعلى كيلو الدقيق، على قد ما بشيل من الدقيق على قد ما بحط من الكاكاو. لو حابه ان انا اعمل لون بالكاكاو بشيل مثلا معلقتين من الدقيق وبستبدلهم بمعلقتين من الكاكاو، يكون منخلاه او مغربلاه او معديه من على صفايه. تمام، انا المقادير بتاعتي النهارده عاملاها على نص كيلو، علشان كده واخده بيضتين ونص كيلو من الدقيق ونص كميه الزبده اللي هي 750 جرام، واخده نصها. وكمان معايا كوبايه الا معلقه من السكر البودر وكميه الفانيليا. تمام، هنبدا نعمل البيتي فور بتاعنا. اهم حاجه واهم مرحله في عمل البيتي فور ان انا بضرب السكر كويس جدا جدا، سكر البودر بضربه كويس جدا مع الزبده. وقبل ما بضربه يفضل ان انا اضرب الزبده كويس جدا علشان اضمن ان هي توصل للدرجه الكريميه بسرعه، وبعدين هبدا اضرب معاها السكر البودر وهجهز المضرب بتاعي وابدا اشتغل على طول. بعد ما ضربت الزبده بتاعتي لدرجه الكريميه اللي حضرتك شايفاها معايا دي، هبدا انزل بالسكر البودر بتاعي. على فكره ممكن استخدم عجان، ممكن استخدم مضرب كهرباء او مضرب يدوي، بس مضرب الكهرباء بينجز معايا هو، ولو في عجان متاح برده بينجز معايا اكتر من المضرب اليدوي. تمام، هبدا بقى اضرب السكر مع الزبده. علشان اوصل للقوام الكريمي زي كريمه الزبده بالظبط. وبعد ما وصلت بالزبده بتاعتي والسكر للدرجه الكريميه دي معايا زي الفل ما شاء الله، هبدا انزل بالبيض بتاعي بيضه بيضه. وعلى فكره الزبده بتكون خارجه من الرف بتاع الثلاجه مش من الفريزر، من رف الثلاجه، وابدا اضربها علشان تساعدني ان هي تهيش معايا بسرعه. تمام، وهبدا انزل البيض بتاعي بيضه بيضه. والمره الثانيه بقول المقادير بتاعتي الموجوده معايا دي مقادير للنص كيلو من الدقيق، ولكن مقادير اللي قلتها لحضرتك هي مقادير الكيلو الواحد. تمام، هبدا اضرب بيضه بيضه. بعد ما تختفي هاخد البيضه اللي بعدها. وبعد ما ضربت البيض بتاعي نزلت كميه الفانيليا، وطبعا اثناء الضرب كل الاطراف دي بحاول اخدها بسباتولا علشان تكون كل الكميه اللي عندي مضروبه كويس جدا، مفيش حاجه تكون اتضربت وحاجه بعيد عن ضرب المضرب، كله بتاكد ان هو اتضرب كويس جدا. هبدا بقى في المرحله دي هقسم الكميه اللي عندي، كميه الزبده مع السكر مع البيض، هبدا اقسمها تبع الرغبه. انا حابه يكون عندي نص الكميه كاكاو ونص فانيليا، هقسمها بالنص. حابه يكون تلت وتلتين، هقسم الزبده مع السكر مع البيض تلت وتلتين، علشان ابدا انزل بكميه الدقيق اللي انا عاوزاها. يعني انا بقسم قبل اضافه الدقيق بقسم الكميه علشان اعرف احط قد ايه كاكاو واحط قد ايه الدقيق بتاعي. هقسمهم في بولتين ونرجع على طول. وهنا قسمت كمية الزبدة بتاعتي المضروبة مع السكر والبيض، قسمتها ونزلت على جزء منها بالكاكاو، وقسمت برضو الدقيق بتاعي ونزلت بجزء منه على الخليط بتاعي، والجزء التاني هبدأ انزل بيه على خليط الكاكاو عشان يكون عندي بولة فيها كاكاو كتشفور كاكاو، وبولة تانية فيها كتشفور
فانيليا. في المرحله دي انا بستخدم سباتولا او بستخدم ايدي، بستغنى عن المضرب او العجان في المرحله دي، مرحله اضافه الدقيق، وابدا ان انا اخلط لغايه ما اوصل بالعجين بتاعي لانه يجمع معايا. انا بجمع مش بعجن على فكره، عملية تجميع للمواد الخام كلها مع بعض مش عملية عجن، العجن بيعظم الحلويات بتاعته، تمام؟ مجرد ان انا بجمع فقط، هجمع الخليط بتاعي علشان يكون عندي بولة فيها بيتيفور كاكاو، بولة فيها بيتيفور فانيليا، هجمعهم ونرجع تاني عشان ابدأ استخدم كيس الحلواني وابدأ اقسم واقطع البيتيفور بتاعي. وجهز كمان اسطواني، على فكرة الخبز بيكون على درجة حرارة 160 في الرف الوسطاني، وببدأ ان انا بباشر كل حاجة واحدة واحدة معايا علشان مفيش اي حاجة ما تبقاش مظبوطة معايا. اهم حاجة الخبز على درجة حرارة 160 في الرف الوسطاني، وكل حاجة انا بخبزها ببشرها وبشقر عليه ما بسيبهاش نهائي. هنرجع تاني مع بعض عشان نقطع البيتيفور بتاعنا. وببدأ اخد العجين بتاعي وانزله في جيب حلواني او كيس حلواني، واستخدم التبلجنة دي وببدأ ان انا اشتغل بيها على الصينيه بتاعتي، والصينيه علشان ما تتحركش معايا بحط تحتها فوطه مطبخ او كوستر علشان ما تتحركش معايا، وابقى سهله تبقى سهله معايا في التشكيل. هعمل الاصابع الطويله او شكل كيك مزيد، وما احاولش ان انا اخد العجين من اوله واضغط عليه من اول جيب الحلوي، لا باخده كده من جزء بسيط من النص كده عشان اعرف اتحكم في التيب بتاعتي واقدر انزل الشكل اللي انا حباه. وده اجمل شكلين واحسن شكلين مشهورين في البيتي فور، بيبقى تحفه وجميل جدا. ولو النجمه ببدا ان انا اضغط على جيب الحلواني، واضح كده ببدا اضغط على جيب الحلواني كده وبرفع على طول. ولو الشكل الصابع طويل كده ببدا ان انا اديها سحبات سريعه وبقطعها على طول علشان الجزئيه اللي بتبقى مقطوعه دي هي اللي هعمل فيها الجرنش بتاعي. وبخبز على 160 درجه في الرف الوسطاني في فرن يكون سابق التسخين، ما بيكونش درجه تسخينه عاليه جدا، بحاول ان انا اسخنه قبلها بحدود 5 أو 7 دقائق. وعلى فكره لو فرن حضرتك بيلسع او بيكون حامي زياده عن اللزوم، ممكن حضرتك تستخدمي حاجه موجوده في كل بيت، شويه ميه في اي صينيه مش بتستخدميها تحطيها في ارضيه الفرن علشان تبدا توزع الحراره في الفرن كله وما تلسعش ولا تخلي اي حاجه تطلع الوانها مش زي بعضها ولا جانب مختلف عن جانب في الصينيه، بيكون كل الجوانب واخده نفس الدرجه. يلا بينا ان شاء الله ندخل البيتي فور بتاعنا ونشوف الشكل النهائي ليه بعد الخبز. وعلشان اعرف درجة تسوية الكاكاو بحط معاها قطعة كده من الفانيليا علشان اعرف لما لونها يبقى على روز شوية كده من القاع بتاعها، بعرف ان هي استوت وببدأ ان انا اخرج الصاج او الصينية اللي فيها كاكاو علشان تبقى كده استوت. وعلشان اعرف ان الكاكاو اللي عندي استوى او البيتيفور الكاكاو اعرف ازاي ان هو استوى، لانه بيبقى لونه غامق، فبحط قطعة من بيتيفور الفانيليا علشان تكون في نص الصينية علشان لما تلون معايا اعرف ان الكاكاو خلاص كفاية كده ببدأ ان انا اخرجه. وده البيتيفور بتاعي بعد ما خرجته من الفرن، سبته يهدى تماما ويبرد تماما ويرتاح، علشان ما ينفعش ان انا امسك اي حاجه من نوع من العيد بايديا بعد ما بخرجها من الفرن، بسيبها ترتاح تماما في نفس الصينيه اللي انا خبزاها فيها. وبعد ما بتبرد ببدا ان انا اعملها الجرنش، ومعايا الجرنش بتاعي عباره عن معايا دلوقتي المربى بتاعتي، قبل كده كنت عملت مع حضراتكم مربى المشمش، دي مربى المشمش انا عاملاها على ايديا، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعها ان شاء الله في صندوق الوصف. وكمان معايا شوكولاته فرماسيل، ومعايا فستق عامله له جرشه كده جرش ناعم، ومعايا كمان البندق بتاعي برده عامله له جرش، بس جرش البندق بيكون خشن شويه. معايا سبرينكلز سواء كان لون ساده او كوكتيل الوان، وكمان معايا الشوكولاته انا مسيحاها على بان ماري او بدخلها الميكروويف على 30 ثانيه واقلبها، وارجع ادخلها الميكروويف على كمان 30 ثانيه واقلبها. ولو كان الميكروويف عند حضرتك الباور بتاعه عالي بدخلها 15 ثانيه وبعدين اقلب وارجعها تاني 15 ثانيه واقلب علشان ما يحصلهاش عمليه ان هي تنشف او تتحرق مني، تمام؟ ولو حضرتك مش متاكده من ان انت هتقدري تسيحيها في الميكرويف كويس، فيفضل انك تعمليها على بان ماري، يعني حمام ميه كده بيكون تحت، بحط الشوكولاته بتاعتي في اي بوله وبعدين بحط تحتها ميه، بس بيكون في مسافه ما بين الشوكولاته والميه علشان ما يحصلش عمليه تلامس وبعدين برده الشوكولاته تنشف مني، يعني الحاجات دي عايزه حرص شويه. ما علينا، هبدا اخد بقى الوحدات زي ما حضرتكم شايفين كده، الجرنش بتاعها عمليه بسيطه جدا، ببدا اخد القطعه بتاعت البيتي فور بتاعي وببدا ان انا اغمسها في المربى، واي حاجه انا عايزاه
اعملها جارنيش بيها. وببدأ بسم الله الرحيم بتبقى بالمنظر ده، او ممكن اعمل لها الجارنيش بتاعها باستخدام الشوكولاتة. ببدأ ان انا اغمسها بالشوكولاتة بسم الله الرحيم طبعا، وبعد ما بغمس بحاول ان انا اصفيها تماما زي ما حضرتك شايفة معايا كده. ببدأ ان انا اصفيها كويس جدا علشان ما تبقاش مكتلة معايا، وهبدأ ان انا انزل بيها في البندق او اي مكسرات او حتى سوداني، هو فول السوداني العادي بحمصه وبجرشه برضو. وهكذا بتبقى عملية الجرناشة حاجة سهلة وبسيطة جدا، وعلى قد ما بتكون الحاجة بسيطة على قد ما بتكون جميلة وشيك، وفي التقديم بتبقى تحفة كمان. طبعا الكمية بتاعتي دي ما شاء الله ده يعتبر يعني صينية واحدة، عندي الباقي المقدار اللي عملته اداني كمية محترمة جدا. هنبدأ بقى نشوف الحاجات دي مع بعض بإذن الله في طبق التقديم، يلا بينا عشان نشوف أجمل بيتي فول أجمل عيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. وده البيتي فور بتاعنا قبل الجرنش وبعد الجرنش، ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ شفتوا الطعامه، شفتوا الجمال والحلاوه والشياكه، حاجه بسيطه جدا، الجرنش في منتهى الرقه والبساطه، وكمان الذوق بسيط جدا جدا، والالوان هاديه وجميله. بحاول ان انا اختار وانسق ما بين الحاجات اللي انا بعملها وكمان الجرنش بتاعها علشان تطلع في اكمل وجه باذن الله. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، اتمنى اكون عملت معاكم البيتي فور بطريقه سهله ومبسطه جدا جدا، حتى لو كنت مبتدئه سهل جدا جدا ان انت تعمليه. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.